كيف ياسمين الواحد بيقدر ينمي أو تحسين مهارته في الإقناع؟ لتحسن مهارتك في الإقناع بدك تتعلم كيف تكون مستمع جيد. والاستماع الجيد فيه له أصول أو فيه له تكنيكس. للأسف أغلبنا لما بنستمع بنكون عم نستمع لحتى نحضر الجواب أو لحتى ندافع. بس الاستماع الجيد حتى لو أنت ما يعني ما صدر منك أي شيء، كنت مستمع جيد، أخذت السيجنالز أو الإشارات اللي من الطرف المقابل وحاولت تصيغ له إياها بصيغة سلسة أو ترد له إياها بسؤال، وهذا السؤال لازم يكون مربوط في النتيجة اللي أنت وياه بدك توصلها. حكوا شغلة كتير حلوة اللي هي الابتسامة، الابتسامة مفتاح وهي سر لحتى تدخل في قلوب الشخص اللي أمامك. طب أيضا حكوا إنه العفو الصدق فضل. الصدق حكوا إنه لازم يكون صادق حتى تقنع، والثاني قال لازم تكون كذاب وتلف وتدور. أوكي إحنا منقول ندخل بالنفاق هيك. لا منقول دائما لازم تكون ذاتك ولازم تكون أنت، بس في التعاملات حلو إنك تعرف تتقمص أنماط شخصية تستخدمها عند الحاجة توين، يعني إحنا ما عم نكذب ولا عم ننافق ولا عم نخادع، بس عم نلبس نوع معين من الشخصية تساتسفاي أو لترضي اللي أمامك وتقدر كأنه قناع. كأنه قناع. بس ما منكذب. ما منكذب.